السلام عليكم، تحياتنا لكم. يوم جديد وفيديو جديد من قناتكم الاولى الخاصه بالبلاب. ما مشترك اشترك لايك للفيديو يوصل لك اي شيء جديد. محدثكم علي صار فقره يوميات ليليه نجاوب بها على الاسئله مالتكم. تاخرنا بفقره من الالف الياء اللي تخص التكاثر، لكن عندي ترتيبات شوي بس ارتبهن وننزل لكم حلقه بخصوصها. كالعاده لايك للفيديو، مشاركه سووا لي بس شويه حتى الفيديو يصعد، حتى الواحد يرتاح يعني منه يشوف انه تعبه قاعد يجيب نتيجه. اوكي نبلش بالفيديو او بالتعليقات مال الفيديو الاخير. ويقول محمد رزاق: اللحم من يعفن يصير بيدود، هذا يفيد التحفيز للبلابل لو بس القبابي، وعندي قفص واجهه 60 ونزال 50 وارتفاع 150 يفيد التكاثر. الدود اللي دي يصير باللحم هاي احنا يسموها يرقات مال الذباب، هاي انجح من القبابي باضعاف المرات. هاي اليرقات للعلم يعني باوروبا اكو مزارع خاصه لانتاج اليرق مال الذباب، وينباع اغلى من القبابي للعلم وانجح من القبابي. ليش؟ لانه امكانيه التجميد يجمدوه ويستعملوه، وامكانيه التجفيف مو مثل القبابي. القبابي بس ينجح بالتجفيف، بالتجميد ما ينجح. اوكي، هذا ينجح بالتجميد وينجح بالتجفيف وينجح حيها من نفس الحاله، وتكاثره اسرع ونتائجه افضل من القبابي. ليش؟ لانه تغذيته بروتين نقي 100% على اللحم فقط، اما القبابي التغذيه مالتها على الخضار، على النشاره مال الخشب، على البروتين مال الدجاج، اما هذا لا، التغذيه مالته على اللحم، لذلك يعطي ضخامه للطير مو طبيعيه. لكن شويه اكو مشكله انه بالتكاثر ماله، وهي انه شويه ريحه قويه يصير باللحم، يراد لك مكان خاص انه ما حد ما يدخل، لان شويه الريحه مالته كلش مزعجه يعني، فشي شلون نقول يلعب النفس كلش، بس هو فشي كلش راقي. التعليق الاخر، ها التكمله مال التعليق مالتك، الواجهه 60 ما تنجح. الواجهه هاي 60 ترى كلش صغيره، يعني لو مثلا 80 او 90 اوكي، بس الواجهه قليله كلش ما تنجح. التعليق الاخر، عندي فحل اليف، ايش وقت ازوجه اذا اشتري وحشيه هم ترهم مع الفحل الاليف؟ ترهم مال معليه شباب، هواي يجينا التعليق انه عبالك انه الوحشي نوع والاليف نوع ثاني، هن اثنيناتهم بلابل، وبالعكس الوحشي انجح من الاليف، لكن يحتاج وقت حتى نرهمها. الوقت ليش نحتاجه؟ لحتى الطيره تركض، تتعلم على القفص، تتعلم على الاكل، تتعلم على المكان. فانت اذا الك نيه جيبها من هسه، اوكي، حتى بعد تقريبا شهر تكون جاهزه عندك. التعليق الاخر يقول: نتمنى تنزل بلابل مخاليف مثل العلوازيات لو مندلي، لان ما جاي نلحق على الحجز قصده، بس احنا يوميا ننزل يعني. التعليق الاخر، البارحه قلت الطور مالتي اذا جبت افراخ بلابل جيراني ياثر، اذا جبت بلابل وحشيه وخرجت هم ياثر على ياثر بلبل جيران. باوع بخصوص التخريج، بخصوص التخريج، المخاليف الوحشيات اذا كان بيصبغ التخريج مالته ما ينجح 100%، يعني راح ياخذ منه ومنه، يعني يبقى باللسانات البطنه وياخذ جديد. هاي وحده. اذا كان املح راح ياخذ بس جديد، ما اتوقع تلقى شيء ببطنه. الاليف ما ياثر على الوحشي، ما ياثر الى الوحشي بحالات نادره، يعني 1% فقط. البلبل الوحشي ياخذ من الاليف صافوره 1% فقط، حالات نادره كلش يعني قليله، مو دائما تصير. عندي بلابل بالمحميه مزاويجه عوفن، لو افردهن اسبوعين بس حتى الطيور تتجدد. هسه تقدر تفردهن وبدايه الثالث ترجعهن. التعليق الاخر، النثيه بيضه النثيه بس الفحل كسر البيضه، يعني احتمال القفص مو ثابت دا يتحرك، احتمال شافوا نمل، احتمال اكو فاش بالعش، احتمال شافوا ابو بريص او بزون، هاي كلها مؤثرات تخلي الفحل يكسر البيض يعني خافا ما يأمنن. صوت الغندور ياثر على البلاول؟ ياثر، يدمره دمار. الغندور من اكثر الطيور، يعني اكثر من طير الحب، ياثر على صوت البلاول. عادي اودي البلاول البيطري واسوي تحليل للدي ان اي واعرف النثي من الفحل، اكو مضره؟ ماكو مضره، بس ما عندنا احنا هذا التحليل للاسف. هذا التحليل متوفر خارج العراق، داخل العراق لسه ما موفري تحليل الدي ان اي لمعرفه الجنس مال البلابل. يصير ازاوج البلبل بالبيت
عادي ماكو مشكلة، بس يكون القفص ماله ثابت ويكون واسع يعني، حتى وقريب على الإنارة الأهم يعني، قريب على الشباك حتى يشوف ضوء النهار. عندي نفسي اشتريتها العام وريشها أملح، تفيد للتكاثر، تفيد ماكو أي مشكلة عادي. علاوة أتمنى تسوي فيديو وتطلب من المتابعين بس يلي عندهم إنتاج هجين من أي شيء يعلقون على إنتاجهم، والتعليق يكون بس للتهجين. موضوع التهجين بس أوضح لكم، أكو متابعين يقول شنو تهجين. تهجين يعني تخلي نوع على نوع، يعني مثلا الكشميري على العراقي، أو الماليزي على العراقي، أو كشميري على ماليزي، يعني المهم مو نفس النوع. مثل ما احنا سوينا كشميري فايتر فحل على نسي عراقية، هنا يطلع الناتج يسموه هجين لأنه نفس النوع بس مخلوطة به صفات، من صفات من النوعين ماخذ، حكي عدل حكي عدل. يعني مو ذاك الانتاج الواسع بالعراق، يعني هواي اكو انتجوا قليلين جدا، وهذول القليلين اكو اغلبيتهم انه يخاف على الانتاج مالته ما يصوره وينزله، واكو بيهم يعني انتاجهم باعوه ما خلوه. يعني شلون اكو للاسف اكو بالسوق يعني بالجروبات اكو مجاميع يجمع الانتاج النادر او يجمع البلابل النادره ويطلعها خارج العراق. يعني للاسف دي تصير هاي الحاله، واحنا دا ننصح يعني اللي دا يهجن لا تبيع الانتاج مالتك الا اذا زاد عندك، يعني مثلا اكثر من زود صار، لان الانتاج الهجين ترى مو كل سنه يطلع، صعب كلش. يعني هسه انا عندي دني انتجن، احتمال كبير انه هالسنه ما ينتجن. يعني شلون نقول احنا مثلا الحظ والله رزقنا، ها ليش تروحون بعيد؟ احنا موسم كامل طلعنا ترى بس اثنين اللي هن هسه موجودات، وجبه ماتت ووجبه البيض ما طلع، وجبه اللخ البيض لقيته واقع، فبس اثنين طلعت موسم كامل. فانت اللي تطلع هجين دير بالك على انتاجك، لا تفرط به، ترى احتمال ما تحصل بعد اوكي، الا اذا زاد عندك هذاك بحث اخر تبيعه تستفاد منها. واحد بعد التعليق الاخر عندي مخلف بصدفه، وكتبت لك بالتعليق قلت لي خيه مرهم وخليت له بس ما فاد والورم ما راح. يعني باوع الصدفة احنا اذا جاهزة توقع بالمرهم، بس اذا ما جاهزة تبقى تورم لحد ما تجهز، ماكو اي علاج غير المرهم دير بالك. اكو للأسف دي يودوه المكان منا وما عندهم خبرة، يطول مرهم الكبريت ياكله للريش مالته وياكل الجلد. العلاج الوحيد هو المرهم مال العين الاستعمال بشري، ليش؟ لانه هذا المرهم مو سام، وثانيا بمضاد حيوي نسبة قليلة حلوة، يعني هم علاج وهم راح يشلع لك الصدفة. للأسف ماكو غير حل غير بس هذا الحل تمشي بيه. التعليق الاخر يقول منين اجيب الكاميرا الصغيره اللي تراقب بالعش؟ هاي موجوده بباب الشرجي اسمها كاميرا كيبل، بس قول له كاميرا كيبل يطوك من عندها. عندي بلبل جبته من الزبير، اول 5 ايام يقرا قرايه متواصل، هسه قام ما يقرا، غير مكانه. لا تثبتون البلابل بمكان، من تثبته بمكان القرايه ما تتقل، راح يضيع لي بد الريش، راح يصير خامل، فدائما غيروا بمكانهن، لان البلبل من النوع المزاجي كلش، يعني يحب التغيير لدرجه مو طبيعيه. التعليق الاخير يقول زوج بلابل كشميري وزوج بلابل عراقي، شو تقول افردهن وزوج كشميري بعراقي لو اخليهن على حطتهن؟ اكيد افردهن استفاد من عندهن افضل، ليش؟ راح تقول لي ليش؟ الانتاج العراقي متوفر بالسوق اوكي؟ يعني كل سنه ينزل افراخ بلابل خير من الله اوكي؟ انتهينا من هذا. والانتاج الكشميري سنه بعد سنه دا يزيد هم بالسوق، دا يجينا مستورد. هاي وحده. اثنين، انت اليوم قاعده تتعب يعني، ودا توفر دود ودا توفر اعشاش وقفص ومكان، فلازم يكون انتاجك ذو اهميه او شيء مميز. فانت ما دام عندك زوج كشميري وزوج عراقي اعكسهم، يعني النسيه الكشميريه حط لها الفحل العراقي، والفحل الكشميري حط لها النسيه العراقيه، افضل مما تخليهن ينتجن نفس النوع. فيديو اليوم انتهى، شكرا للمشاهدة، انتظرونا باكر فيديو جديد، تحياتنا لكم.